عم تلعبي وانتي هيلين؟ هيلين عم تحفظ. يا بنات بدي اقولكم شيء، هيدي قطر عادي ماما. اليوم يا بنات خالتكم اتصلت فيني اما لبتور، قالت لي انه بتور رح تجي لعندكم تضل هاي الليله هذا اليوم، يعني هي عندها مشوار مضطره انه ما تكون بالبيت وما فيها تاخذ معاها بتول، رح تاخذ بس ولادها معاها، فبتول بعتتها لعندي. يعني ما بدي انصحكم، بتول رح تجي اليوم لهون وبدكم تعاملوها كانه اختكم، تمام؟ حبوها وعاملوها اخت لكم شوي وبتجي، ماشي؟ روحوا جهزوا حالكم اذا بدكم، رتبوا البيت اذا بدكم، نظفوا شوي، نظفي حواليكي، شيلي الكركبه اذا في بالاراضي. هذا اجت بتول يا بنات، واخيرا بتول اجت. بتول خوش جلدين، نص فنجانة. حبيبة قلبي بوسوها. هذه رحبوا فيها، هاي اليوم اختكم، صار عندكم اخت ثالثة او رابعة، وعندكم سيدرة كمان اختكم. هذا كزن جيل جيل، تعالي بتول. كيف الماما يا عمري؟ على فكرة بتول بتعرف عربي ها؟ يا بنات ولك لسه اجت البنت من جديد، هيلين هيفي، لا تتخانقوا عليها. بتول هيلين هيفي، يا الله هلا اجت بتول، لك اثنيناتكم رح تلعبوا معاها، عيب. هلا قبل ما تتخانقوا عليها روحوا ضيفوها شي، جيبوا لها شي اكله، هادي جيبوا لها شي شغله ضيفوها. هادين بتول يا عمري انت ما شاء الله عليها. بتول على فكره بسنه واحده اصغر منا لهيلين. يا بنات شو رح تاخذوا لها؟ طيب التنتين راحة. هيلين بس انتي خدي هاي، بتركيها هاي كمان راحة وهاي راحة. يي هيفي هيلين رسوا على بير، وحدة فيكم تروح تضيفها مو التنتين. يي علينا، خلاص روحوا التنتين. هاتي هاتي جيتن. بتول هانجي، بتول جنات هانجي، سي رح تاكلي اي وحدة؟ يا ما شاء الله عليها بتول، رح تاكل التنتين ما خلت بقلبكم. يا علينا هيلين هيبي، قال لسه تبعيتي اطيب وتبعيتي اطيب. عيب. بسم الله الرحمن الرحيم، شو عم تعملوا؟ نابيور سنوز، خذوا مشطولة شعرة. شو؟ وحدة وحدة ساعدها بيتانا يعني. ولك خلاص خلاص اثنيناتكم اعملوا له شعرات هلا بتول. هذه قص قص، افتحي شعرك خليه يعملوا لك اياه، مع انه والله شعرها كثير ظابط. ها عادي بتول خليه يعملوا لك شعراتك. لك خلاص، مو بتول قالتكم اثنيناتكم اعملوا شعري؟ اعملوا شعر اثنيناتكم. ما شاء الله عليها بتول بتجنن. هذه اعملوا لها شعر اثنيناتكم، هذه هيفي سان وهيلين اثنيناتكم اعملوا شعرها، ما تتخانقوا خلاص، ما تتخانقوا شوي شوي. هلا عم يعملوا لها شعراتها لبتول. بتول هاي بتول، شوفي نبال نبال بتول، عم توجعوها هيلين. يا انا اعمل لك شعرك، خلاص هيلين هيبي قوم، وبدي اعمل لها شعراتها للبنت، وجعتوها. الله شعرها صار كتير حلو، شو هاد يا بنات؟ كنت تحطوا لها مناكير؟ طيب ارسوا على بر يا اسود يا اخضر، ها وحدة لازم تحط لها مناكير مو التنتين. هلا بتندم بتول انه اجت لهون؟ بتول مين بدك اياها تعمل اظافرك؟ كيم؟ يا بدها التنتين يعملوا لها. طيب اي لون بتختاري؟ هانجي رنك بس يا هيلين استلمت ايد وهيبي استلمت ايد، واليوم بتول مدلله كثير، عم يدللوها اخر دلال والله. هلا بس اختي تشوف الفيديو رح تشوف قد ايه اهتمينا فيها بغيابها. هيفي بتعرفي تحطي مناكير؟ بليرسون كثير عم توسخي لها ايديها للبنوته. انا كثير بتعرف،
وانتي كتير بتعرفي فرجيني. بخاف انه بكرة تروع على المدرسة ويخانقوها، بس بكرة احد عطلة. هادي تشابوكس قدام. يا زعجتوها للبنت، صار لكم ساعة ما بتعرفوا تخلصوا اظافرة. هادي ليليان، ليليان تعي مشط لك شعرك. فرجيني كيف عملوا لك المناكير. واو شو كسر بنت والله، عملت شعرات ليليان كمان. هيلي شو رح تعملوا هلا؟ يا بدكم تحطوا مكياج؟ بتول رح تحطي مكياج؟ ما بتعرف بتول. يلا خلص هلا رح تحطوا مكياج تتسلوا شوي، مو قصة انه يعني رح يضل على وشكم مثل تسلاي. شو صار انت وياها؟ يرجعوا تخانقوا؟ انا عم تضربني هيفي، هيفي لا تضربيها. عم يتخانقوا مين رح تمكيج بتول؟ بتول مين رح تمكيجك؟ خلاص بتول بدها تنتني مكيجوها. هاير هي ما شاء الله من قبل بيضة، البنت ما شاء الله من اول هيك يعني بيضة، عم تحط لها آل كريم اساس. هلا بتخربي وشها بتزعل امها. عم يمكيجوها لبتول. شو؟ واو رح تعمل لك كونتور. هيلي شو عرفك بالكونتور؟ يا اختي يا بتول مسكينة جاي اليوم لعنا وما بتعرف انه هيك رح يعملوا فيها البنات. هيلي كتير حطيتي لها احمر شوك يعني سردن، يا تار مسحي شوي منه كتير هيك. لك اتركوها براحتها للبنات، شو عم تعملوا فيها؟ ما عم يتركوها براحتها اليوم لبتول. استلموها هيلين وهيفي. الله لا يعلق حدا بين ايديهم هن التنتين. هيلين لك ما نلعب بايديكي. لا شو عم تعملوا فيها للبنات؟ بتول بين دمه ما عجبها لبتول. شو بدك تروحي على البيت؟ لا تروحي. لا بتول لا تروحي. بتول بدها تهرب منهم. خلص يا بنات. بتول رح نجيب لك محرمة ونمسح لك وشك، تمام؟ هيلين اسلاك منديل قطر، جيبي اسلاك منديل. يا ماما كثير بحبوكي والله. مستر سامع صوت كتير قوي، ما بعرف شو صاير. شوفي لك شوفي نبال، ليش عم تصرخوا؟ ممكن يكسر. يا قال هاي بدها اياها تلبس فستانه وهاي بدها اياها تلبس فستانه. شوفوا ها هاي طلعت من خارجكم وقصفتكم احلى قصف، قال اوعي احلى. شو هيفي بسطتي؟ عشان تاني مرة ما تتخانقوا. هي والله نسيت. تعي طعميكي شي. هذا هيلين جلن كيلو شي، بس بعدين بدي اخذك على مكان وان شاء الله طعميكي اطيب اكل. هذا جلن قول تعي كيلي ماما، تعي حبيبتي عدي كيلي قطريا. شو هاد؟ لك خلوها تاكل بايديها شوي شوي عليها لبتول. يا تار شوي بس. هيبي هيلين خنقتوها. تمام تكرم عيونك، خدي ملعقة لا تطعموها. شو قف لا تطعموها، خلي تاكل بايديها اختي. خنقتوها لبتول. كلي عمري عوافي على قلبك، هاي كبسة كنت عاملتها اليوم الظهر، نحن اكلنا وهي حصتها لبتول. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف هجموا على الاكل وكاني مو اكلين صانكي هيك يا مدن. شو هاد هيلين هيدي؟ حتى عبد الله وليليان بسم الله عليكم. عوافي يا بسم الله. شو صاير هون؟ البنات عم يرقصوا. يا عم ترقصوا يا بنات. طيب شو رايكم؟ يا هيفي حاطة على ديسكو. شوفوا كيف الغرفة. واو شوفوا الأجواء ما أحلاها ما شاء الله. بتجنن. كوزلار عندي إلكم يعني مسابقة.
هالمرة في أدول كتير حلو. هالمرة بدي المتابعين يكتبوا لي بالتعليقات مين كان رقصة أحلى شيء، واللي بيجي التعليقات واللي التعليقات بتقول اسمها أكتر شيء بتربح معانا أحلى جائزة. ماشي؟ برينجي مين؟ خلي بتول ترقص بالأول. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. بتول اكتبوا لي بالتعليقات بتول رقصة رقص حلو ولا لا. رقصت على غنية فرقة بلاك بينك. اكتبوا لي الغنية اذا حذرتوها. انا ما فيني حط صوت الغنية بيجيني حقوق طبع ونشر. هلا هيلي رح ترقص كمان على غنية بلاك بينك. هيبي شغلي الغنية هادي. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head. Bravo, Haley. كتير رقصة كان حلو. هلا شندي هيفي. هذا هيفي سرا سندا. هلا صار دور هيفي. 1 2 3 Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can. هيفي ليش قعدتي؟ هيفي خجلانة يا جماعة. هادي هادي لا تخجلي قومي. كاك Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta fuck. طبعا يا جماعة هيفي كتير خجلت. بتول رقصت عنا، بس اكتبوا لي بالتعليقات هيلين ولا بتول هي الفائزة مشان أعطيها أحلى جائزة وبصور لكم فيديو قصير كمان. يا بنات في مسابقة هلا، اللي بتخلص الدانيت قبل الثانية في إلها مكافأة. شيلوهم جهزوهم جهزوهم وافتحوهم. بس إلكم 1 2 3 بتبلشوا. لا لسه ما بلشت. لنشوف مين رح تخلص قبل. 1 2 3 بلشوا هدن. هو ليليان كمان مشاركة. يلا يلا هدي كزلان هدن هدن هدن. هاتي كيم خلصت. مين خلص؟ هادي يلا هادي هيلين وبتول خلصوا. هيفي شنجي ليليان. ليليان لسه ما خلصت. بتول سانكا زندن. واو فازت. بتول هيلين اكنجي. هيفي خسرت هي وليليان. يي صحي وين المكافأة؟ ثواني بجيب لك المكافأة. بتول تاتا. يي بتول زعلانة عليهم. خلص بنفتحهم بنقسم لهم اياهم بالنص. تمام بتول يا عمري. بتول كيف فكرت فيهم بالاول. عبد الله هلا بطعميك دانيت عمري. A few moments later. يا بنات قوموا نطفوا البيت هدن. خلينا ننظف. شو شوفي لو عندنا ناخذها لبتول.
هي قال اما مو هون مو وقت التنظيف، خلينا ناخدها مشوار. طيب لو لنا ناخدها الدنيا برد كتير شو صوغ فكي جاكل دي يعني صار ليل يا علينا. طيب بشرط اول شي بتروحوا على غرفتكم بتنظفوها، قومي ليليان بتروحوا على غرفتكم اول شي بتنظفوا لي اياها وبعدين تقرر اذا باخذكم ولا لا. هادن لا هو اول شي شيلوا كل شي كركبه تمام. هادن بتول كمان رح تساعدكم، شوفوا الغرفه كيف مكركبه والاغراض بالارض شيلوهم كلهم. هادك الزلار جاهزين يلا على السياره خلينا نروح. بدنا نروح ناخذها لبتول مشوار قال لانه امه من غير شر مو هون. يلا يلا على السياره هادي جير. والبنات دخلوا السياره. هادي هيلين بسرعه هادي بتول. هيدي كمان عم تركب. وهي ليليان كثير عتمه. واجينا على المول جبنا معانا بتول. بتول اليوم صار اخت للبنات. يلا يا اولاد ما شاء الله شوفوا الاجواء ما احلاها بالشتاء. جينا انا والبنات رح نشتري لأواعي لبتول بما انه اليوم صايرة اخت للبنات. بتول اختاري شو بدك. بتول محتارة شو تاخد. بتول ما عجبها شي هون فمضطرين نروح على محل تاني. هادن خلينا نروح على مكان تاني نلاقي لها شي. رايحين على إلسي باي كيكي. جينا لهون كتير بحب هذا المحل فيه كتير أواعي للولاد بتجنن. بتول شو تشتري؟ بتول بدك بنطلون؟ هيبي اشتريت هاد. هيبي فرجيني شو هاد؟ يا شو حلو هذا بيجي هيك للنوم كتير حلو أفرول بجنن. يا ريت لو هيك اشتريناه يوم حولناها لبيبي. بتول حاطة عينها على شي بنطلون. بدي سكر الكاميرا واختار معاها بنطلون يعجبها. بتول اختارت هدول بدنا نشتري لها اياهم. يلا يا بنات خلينا نشتري هون. بدنا نروح ناكل شي كمان هون. يلا يا بنات هادين هيلين عبد الله ولات وينهم؟ جيبيهم هدول الكبار. جيبي الاولاد هيلين تعالي تعالي يا بشني قلبك. Later. هلا هلا رايحين ناكل نحن وبتول بعد ما اخذنا لها شويه اواعي على ذوقها هي والله العظيم جنت الا بدها تاخذ هذا البنطلون الوسيع. واو شوفوا هدول ما احلاهم. يلا يلا يا اولاد يلا بدنا نطلع لفوق هلا. بتول بتقدري تطلعي على الدرج؟ اوه ما شاء الله طلعوا الصبايا لفوق. انا بدي اروح على الاسانسير لانه التوأم بيخافوا وانا لحالي ما فيني على الكل. عدوا يا بنات مشان ناكل مع بعض. عدوا هون هون في قعده كثير هيك يعني حلوه بتناسب ما شاء الله العدد. عدوا يا بنات هلا رح ياكلوا. اليوم جاي على باله برجر تبع الجاج شطر طوق. ايه بتول مبسوطة؟ يا عمري فرحانة بتول اليوم لأنه معاهم للبنات. وهيلين كتير مبسوطة. سن هيبي يا هداك عم يلعب بزبالة. يابا عبد الله توب. هيبي مبسوطة ماما؟ هلأ بدهم يلعبوا طاش كت مقص. تمام اللي بتربح بتلعب مع هيبي. هيبي استني نعطي هيبي هيبي تفازت. هلا هيلين و تمام قال سيدرا حتى هي عم تقول سيدرا بالغلط. بيدها كمان مرة لنشوف مين رح تفوز. هي هيبي ما شاء الله هيبي بتفوز. انت على طول تخسري ما دخلنا. هيبي جابت الاكل تبعها والصبايا كمان عم يجيبوا. وهي بتول هاي هيلين. ليليان وين اكلك انت؟ تعال هلا رح نجيب. اوه بتشهي ريحتهم. وهي ليليان وهدول كولا للتوأم. كلوا يا بنات عوافي عقلبكم يا رب. شو بتول عوافي صحتين. هيلين صحتين وعوافي عقلوبكم. ليليان ان شاء الله الف هنا. كلي حبيبه قلبي.
كيلي كيلي افتح لك اياها اطير. افتحها. عبد الله يامي عم ياكل بطاطا وعم يشرب كولا، والكولا كتير مضرة والله العظيم. كيلو انتو، انا رايح اجيب الاكل تبعي، رح اجيب الاكل تبعي واجي كمان. A few moments later. ده هلا بتقول بدنا نحطها بهاي، صار حلم عندي هيلين وهيفي يقبلوا اني احطهم بهاي. هاي النطيطة ما احلاها. هيفي تفوتي. دون درما سونجا سونجا. بتول بتول حاضر مصن. بتول بنبك عم يحطوا له حزام الامان هلا. طبعا هيلين وهيفي بعمرهم حياتهم ما استرجوا يفوتوا فيها لهي. هيلين قلبك يعني كتير حلوة وسهلة، ها ما بتخوف هيك يعني كركونش ديل. ليش بتخافي؟ كتير بتخاف هاي. هيفي كوركيرسون فوتي يلا، خلينا نفوتك انت كمان فيها. شوفي ما احلاها. اوه رح يطرق راسها بالسقف. كتير حبيت والله، يا ريت لو فوت انا فيها. اكتبوا لي بالتعليقات انتو جريئين مثل بتول ولا خويفات مثل هيلين وهيفي، لانه بتول ما شاء الله عنده جرأة كتير قوية. خلاص بتول رح تنزل هلا. بتول جزلمة هي خفتي شي؟ ما خافت بتول، على فكرة بتول بتعرف عربي. ليليانا تشجعت قال انا كمان بدي فوت. هادي فوتي روحي فوتي ماما لنشوف. اول شي بيزينوهن حسب الوزن، بقى بيحكوا لهم نطوا يعني قصدي يعني هن بينططوهن. ليليان خايفة كتير لهيك يعني ما عم تعلي لي اياها المخلوقة. ليليان كتير مرتعبة. ليليان كورك ما لا تخافي ماما، لا عمري لا تخافي. بتول عم تضحك عليها لأنه ما كانت خايفة أبدا. على فكرة بتول عندها قناة. بتول بنبك بتول عندها قناة، رح حط رابط قناتها بالوصف وبالتعليقات، روحوا اشتركوا بقناتها واكتبوا لنا احنا من طرف ليال سمرة وهيلين وهيفي. فعن جد عم بستنى منكم تدعموها دعم كتير حلوة. اشتركوا بقناة بتول ماشي، ما بدي وصيكم. ها وهي ليليانو هلا رح يخلص الوقت تبعه ومنطلعها. خافت البنت ما رفعت ليها ابدا. حطينا التوقة وليليان كمان بهذا القطار الصغير، خليه يتسلوا هن كمان. هيلين شو بدكم؟ ميلك شيك؟ تعال هادي اشتري لكم، هادي بدي اشتري لهم ميلك شيك لبتول وهيلين وهيفي. بتول امك اتصلت فيني قالت لي انه خلصوا بسرعة وجيبوه على البيت. تمام هلا رح تشربي ميلك شيك وبناخذك على البيت، مع انه والله تعودنا كثير عليكي يا عمري الله يحميكي. اخيرا عم يشربوا ميلك شيك كمان. عبد الله ولد هذه يا بنات، خلينا نروح. اما اللي بتول عم تستناها اجت، مشتاقه لها كثير. بتول انن سني شوخو زدي. ها هلا طالعين. بتول هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا لهلا عم تشوفونا ما تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بقناتنا وبقناة بتول، روحوا رابط القناة رح تلاقوه بالوصف بالتعليقات. بتول شو كان احساسك اليوم انت وعندك اخت، انت ما عندك اخوات بنات، شو احساسك نهس ستن؟ يا عمري على كتير حبيت وبتتمنى انه يكون عندها اخوات. خلص هيلين وهيفي وليليان اعتبريهم اخواتك اساسا، انتم بتحبوا بعض من زمان وبنات خالات. هلا بنقلكم باي باي بتول.